ما شاء الله تبارك الله، المنتدى الأول لعجوة المدينة. ما شاء الله تبارك الله، مدخل رائع ومكان رائع واستقبال رائع، جزاهم الله كل خير. هذه الثمرة المباركة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. حياكم الله، نحن مزارع طيبة أخوان للتمر العضوية في المدينة المنورة، مشاركين في منتدى عجوة المدينة في جامعة الطيبة. ننتج تمور المدينة، العجوة والصفاوي والعنبرة، وتمور المدينة تمور خالي الحميدات والأسمدة الكيميائية، تمور عضوية، ونوصل دور تدور إلى جميع مناطق المملكة، وكذلك نشحن إلى جميع دول العالم. لدينا موقع على الإنترنت، نستقبل عليه طلبات العملاء من كل دول العالم وكل المناطق، وكذلك لدينا رقم التواصل على الواتساب لاستقبال طلبات العملاء الكرام. في الواقع ننتج عجوة المدينة بشكل مميز، عجوة المدينة مميزة عضوية خالية من المبيدات والأسمدة، ويتم تغليفها تغليف حديث عند أحدث المصانع وفق هيئة الغذاء والدواء السعودية ضوابطها، وكذلك وفق شهادة الهاسب لسلامة الغذاء، وكذلك وفق شهادة BRC Food البريطانية لسلامة الغذاء الدولية، وكل ذلك لنوصل للعميل منتج عالي الجودة ونقدم له بسعر منافس، ونسعد بوجودكم معنا. شاركنا في هذا المعرض كذلك في منتجات أخرى، العنبرة الصفاوي، وشاركنا بنخلة عجوة المدينة من مزارعنا بالمدينة. هذه فسيلة نخلة عجوة المدينة، وكذلك في هذا المنشور عدة منشورات تثقيفية عجوة المدينة، ونسعد بوجودكم واستقبالكم، وحياكم الله.